طيب نروح لزميلنا محمد توفيق ملعب مباراة ونطمن منه على آخر الأجواء قبل بدء المباراة. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام، نجوم مصر والنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيتابعنا من كل مكان. يمكن تجدد اللقاء بقى من داخل استاد القاهره النهارده، وعوده مره اخرى للمسابقه المحليه والدوري المصري الممتاز ومباراه الاهلي وانبي في الاسبوع 29 من عمر المسابقه. يمكن النادي الاهلي غاب عن المشاركه المحليه كابتن ايمن، وخاصه بطوله الدوري من 36 يوم. اخر مباراه كانت يوم 17 ابريل امام سموحه، والحمد لله حققنا فيها الفوز بهدفين مقابل لا شيء. ان شاء الله سلسله الانتصارات تتواصل اليوم، وباذن الله نحقق الانتصار على انبي ونوصل باذن الله نؤكد رجعنا على الصداره ونقترب خطوه ان شاء الله. يمكن استاد القاهره النهارده بيظهر بشكل اكثر من رائع، خاصه ارضيه الملعب، وجمهور الاهلي كالعاده بيزين جنبات استاد القاهره. كان الساعه المخصصه لجمهور النادي الاهلي كامله موجوده، طبعا احسنه كالعاده استقبال نجوم النادي الاهلي، ويمكن طبعا على راسهم مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق. يمكن يعني كنت بسمعكم بتكلموا، كابتن اسامه عربي كان بيتكلم عن علي معلول. يمكن تحيه خاصه واستقبال خاص جدا من جمهور النادي الاهلي النهارده لنجم الفريق علي معلول النهارده، طبعا بجانب كل لاعبي الفريق، خاصه علي لطفي اللي الجمهور بيسانده وبيأذره بشكل كبير جدا في مباراه اليوم. طبعا التشكيل يمكن احكي لحضراتكم ناقشته في الاستوديو، حاله من الارتياح كمان من جمهور النادي الاهلي النهارده. يمكن يعني استشفوا من التشكيل ان مستر مارسيل كولر لا، في تركيز مباراه الدوري، ما في فصل تام ما بين افريقيا والمسابقه المحليه واللاعيبه، من خلال المحاضرات اللي حصلت الفتره الاخيره ان في تصميم وفي تركيز على انهاء المسابقه بشكل مبكر، والتركيز في مباراه الدوري، وخاصه هذه الثلاث مباريات المتتاليه، انبي، طلائع الجيش، او كمان سيراميكا كليوباترا، قبل طبعا العوده للملف الافريقي مره اخرى. يمكن بس يا كابتن ايمن، يمكن الحاجه السببيه الوحيده النهارده في ارض المباراه ان درجه الحراره بنتكلم في 32 درجه مئويه، الرطوبه وصلت حاجه 20%، فاعتقد ده عامل احساس بس بارتفاع كبير في درجه الحراره هنا في ملعب المباراه. يمكن طبعا تم رش ارضيه المباراه، ارضيه الملعب، قبل اجراء الاحماء من اللاعبين، ولكن باذن الله كمان ننتظر ان يتم رش الارض مره اخرى قبل بدء المباراه بشكل مباشر باذن الله. اعتقد يعني مع مرور الوقت وخاصه في الشوط الثاني، اعتقد ان درجه الحراره هتنزل شويه، ده يساعد كتير جدا الفريقين باذن الله على اداء مباراه كبيره. يمكن مستر مارسيل كولر طبعا والجهاز الفني الانبي، يمكن طبعا استقبال اكثر من رائع ما بين الجانبين، خاصه كمان حراس المرمى. يمكن علي لطفي سبق انه لعب في فريق انبي، فيمكن حراس المرمى بتوع انبي وكمان مدرب حراس المرمى يعني حرصوا ان هم الذهاب لعلي لطفي والترحيب بيه بشكل اكثر من رائع. زي ما قلت لك اكثر ما يزين الاستاد هنا كابتن ايمن هو جمهور النادي الاهلي، اللي ان شاء الله يعني يساندوا الفريق بشكل اكثر من رائع في هذه المباراه. وطبعا بنستنى مؤازرتهم الكبرى باذن الله يوم 4 يونيو ومباراه نهائي دوري ابطال افريقيا باذن الله رب العالمين، وكالعاده يكون جمهور النادي الاهلي رقم واحد، وباذن الله النادي الاهلي حقق الانتصار ويبقى دايما في الصداره ويبقى دايما رقم واحد. كمان الكابتن ايمن اتفضل. ان شاء الله طبعا يا محمد. يمكن محمد اتكلم عن الاجواء، جماهير النادي الاهلي كالعاده، وده يعني مش جديد على جماهير النادي الاهلي متواجده في الملعب. اتكلم محمد يمكن عن الجو ودرجه الحراره والرطوبه العاليه، ولكن برضه وضح ان دي على الفرقتين، وان شاء الله مع بدايه المباراه تكون قلت الحده بتاعه الحراره وقلت الرطوبه، ولاعيبه النادي الاهلي معتادين على اللعب في جميع الاجواء، وتمنى للفريق ان شاء الله المكسب، ونحن نتمنى للفريق المكسب، وان شاء الله النادي الاهلي هيكسب. بالنسبه للبدلاء يا محمد، كلمني عن البدلاء. يمكن طبعا المجموعه اللي خرجت من المباراه النهارده او البدلاء، يمكن مستر مارسيل كولر خد معاه بس يا كابتن ايمن 21 لاعب، يمكن خرج بس من قائمه المباراه لاعب واحد وهو مصطفى مخلوف الحارس الثالث. في دلوقتي حالا اثناء اجراء اللاعبين عمليه الاحماء، البدلاء كمان بيجروا عمليات يعني احماء خفيف كده قبل المباراه واسترتشات في الملعب. يمكن طبعا حاله ده بنشوفه دايما في يعني نادي كابتن ايمن في النادي الاهلي، وطبعا كباتننا الكبار متعودين على دوت، ان اللاعب اللي قاعد احتياطي زيه زي الاساس يا كابتن ايمن، خاصه مع مستر مارسيل كولر اللاعبين يعني الراحه باينه عليهم. طبعا اكيد كل لعيب نفسه يلعب اساسي ونفسه يكون موجود، ولكن انا يعني عاوز اقول لحضرتك بيبان جدا طبعا من انطباعات حضرتك كابتن كبير وعارف، بيبان انطباعات اللعيبه لو حد متضايق انه قاعد احتياطي او حاجه، ولكن حاله جميله جدا ما بين لاعبي النادي الاهلي سواء الاسين او البدلاء. يمكن في اكتر من نجم النهارده احتمال نشوفه اثناء سير طبعا المباراه. يمكن محمد مجد قفشه موجود على دكه البدلاء، كمان القندوسي عمرو السوليه كمان موجود على خليني بصوره خاصه اسالك على ثلاثي رامي ربيعه وبرونو سافيو وشادي حسين وامكانيه جاهزيتهم للمباراه دي.
باكد الثلاثه اللي حضرتك ذكرتهم بالفعل موجودين على دكه الاحتياطي كابتن ايمن، سواء رامي ربيع او شادي حسين او برونو سافيو، الثلاثه موجودين، حالتهم الفنيه والبدنيه اكثر من رائعه. يمكن بنتابع التمرينات بشكل يومي من خلال تدريبات الفريق على ملعبه في الجزيره، اللعيبه كلها كل اللاعبين الموجودين في القائمه في حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه، اي حد الجهاز الفني يحتاجه هيكون موجود. والنهارده زي ما قلت لحضرتك في شادي حسين موجود، ممكن يشارك برونو سافيو، عمرو السوليه كمان، والقندوسي قفشه، وكمان زي ما حضرتك ذكرت شادي حسين موجود، وكلهم موجودين جاي موجود من الغياب. يمكن رامي ربيعه كابتن ايمن يمكن غاب فتره من يوم ماتش بيراميدز والاصابه في الكتف، ولكن هو موجود بيتمرن مع الفريق بشكل تام بقاله اكتر من 3 اسابيع، جاهز وتحت امر الجهاز الفني، اي وقت الجهاز الفني يحتاجه يكون موجود. وعايز اطمنك على حالته الفنيه كمان من خلال التدريبات ومن خلال التراي ماتش اللي اتعمل في منتصف الاسبوع الماضي. لا رامي الحمد لله اكثر من حالته اكثر من رائعه، يمكن الجهاز فضل النهارده البدء بمحمود متولي، طبعا نظرا ان هو كان اقرب للمشاركه، رامي ربيع يمكن كان بعيد شويه، ولكن عايز اطمنك ان كل البدلاء النهارده حالتهم اكثر من رائعه، اي حد الجهاز الفني باذن الله هيحتاجه في الملعب ان شاء الله يأدي ويرجح كافه الفريق باذن الله. ودايما يا رب كل لاعبي النادي الاهلي يكونوا بخير، ودايما يا رب يكون النصر من نصيب النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق.